أورجان بيكون موجود عندنا في الأبدومين، بيمتد عندنا من أول الديودنم لحد السبلين، بيكون موجود بالظبط على البوستيرور أبدومينال وول، وبيكون موجود ورا الاستومك، ويعتبر عندنا ميكسد جلاند. بيفرز هرمونات من أهم الهرمونات عندنا في الجسم، بيفرز هرمون الإنسولين والجلوكاجون. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن البنكرياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلنا في الأول إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن البنكرياس. بداية البنكرياس بيكون عندنا ميكسد جلاند، بيفرز عندنا مجموعة هرمونات وبيفرز عندنا البنكرياتيك جوس، بيكون موجود عندنا على البوستيرور أبدومينال وول، ومعنى كده إن هو بيكون ريترو بروتونيال، بيكون موجود عندنا ورا الليزر ساك، وبيمتد عندنا من أول الديودنم لحد السبلين. طيب إيه هي الأجزاء بتاع البنكرياس؟ البنكرياس بيتكون عندنا من هيد أهي، وبعدين نيك، وبعدين بادي، وبعدين تيل. طيب ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الريليشنز بتاع كل بارت، وبعدين هنتكلم عن البلاد سبلاي، وبعدين عن الليمفاتيك، وبعدين ان شاء الله هنتكلم عن البنكرياتيك داكت. اول جزء معانا هو الهيد اوف ذا بنكرياس. الهيد بتكون موجوده عندنا في الكونكافيتي بتاع الديودنم، اللور ليفت بارت بتاعها بيكون في عندنا بروجكشن كده بنسميه الانسنت بروسيس، وبيكون في موجوده عندنا جروف بتوين الهيد اوف ذا بنكرياس اند ديودنم. الجروف ده بيمشي فيه مجموعه فيزلز اسمها السوبيرور والانفيرور بانكرياتيكو ديودنال فيزلز. هنعرف هما جايين منين وبيعملوا ايه ان شاء الله في البلاد سبلاي، اعرف بس دلوقتي مجرد اسماء. طيب بالنسبه للريليشنز بتاع الهيد، في عندنا انتيرور وبوستيرور. بالنسبه للحاجات اللي قدامها، في عندنا الابر بارت بيكون ريليتد للفيرست انش من الديودنم، وعندنا الميدل بارت بيكون ريليتد للترانزفيرس كولن، بيكون معدي من هنا كده، وفي عندنا اللور بارت بيكون ريليتد للكويلز من السمول انتستين. طيب بالنسبه للبوستيرور ريليشنز، البوستيرور ريليشنز في عندنا فين كبير مهم جدا اهو اسمه الانفيرور فينا كافا، او الوريد الاجوف السفلي، بيكون ورا الهيد اوف ذا بانكرياس. طيب ايه كمان؟ بيكون في عندنا الرينال فينز، الرايت رينال فين والليفت رينال فين، بيكونوا جايين يصبوا في الانفيرور فينا كافا، فبالتالي برضو بيكون موجودين ورا الهيد اوف ذا بانكرياس. وبيكون في عندنا البايل داكت بتكون ورا الابر لاترال بارت بتاع الهيد اوف ذا بانكرياس، بتكون معديه من ورا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا عندنا على الرايت وفوق وتحت بيكون عندنا الكونكافيتي بتاع الديودنم. طيب في عندنا ريليشنز الانسنت بروسيس بتكون مهمه جدا. الانسنت بروسيس بيكون موجود عندنا بتوين تو ارتريز، بيكون وراء الابدومينال اورتا، وبيكون عنده من قدام السوبيرو ميزنتريك فيزلز. يبقى من قدام السوبيرو ميزنتريك فيزلز الارتري والفين اهم، ومن ورا بيكون في عندنا الابدومينال اورتا، يبقى هو ميلي بتوين تو ارتريز. طيب بالنسبه لتاني جزء عندنا هو النيك اوف ذا بانكرياس، وده بيكون عندنا نارو بارت بيصل عندنا بتوين البادي والهيد. الريليشنز بتاعته، قدام بيكون متغطي بالبروتينيوم بتاع الليزر ساك، وبيكون ريليتد لاخر بارت عندنا في الاستومك واول بارت في الديودنم، يعني بيكون ريليتد للبايلورس، وبيكون ريليتد كمان للفيرست انش اوف ذا ديودنم. طيب بالنسبه للبوستيرور ريليشنز، بيكون في عندنا في الابدومين فين مهم جدا اسمه البورتال فين او الوريد البابي الكبدي، بيتكون عندنا من اتحاد تو فينز ورا النيك اوف ذا بانكرياس. في عندنا اول فين اهو اسمه السوبيرور ميزنتريك فين، والفين الثاني اهو اسمه السبلينيك فين، هما الاثنين يتحدوا مع بعض ويعملوا لنا البورتال فين ورا النيك اوف ذا بانكرياس. طيب بالنسبه عندنا للبادي، البادي لو خدنا فيه كروس سيكشن بالشكل ده بيكون عندنا تريانجولر ان شيب، يعني بيكون مثلث الشكل او شبه مثلث بالشكل ده. بيكون في عندنا 3 سيرفيسز و3 بوردرز، في عندنا الانتيرور سيرفيس، وفي عندنا واحد تحت الانفيرور سيرفيس، وواحد ورا البوستيرور سيرفيس. طيب وبيكون عندنا كمان 3 بوردرز بتكون فاصله بتوين السيرفيسز دي، في عندنا السوبيرور بوردر اللي فوق، واللي تحت الانفيرور بوردر، واللي بيكون قدام عندنا الانتيرور بوردر. طيب بالنسبه عندنا للريليشنز، الانتيرور سيرفيس بيكون متغطي عندنا بالبروتينيوم بتاع الليزر ساك، وبيعمل عندنا جزء من الاستومك بيد او السرير اللي بتنام عليه الاستومك. طيب في عندنا الانفيرور سيرفيس، الانفيرور سيرفيس برضو بيكون متغطي بالبروتينيوم، بس هنا البروتينيوم بتاع الجريتر ساك، وبيكون عندنا ريليتد لمجموعه استراكشر زي مثلا عندنا الديودنو جيجنال جانكشن، واللي هو الجانكشن بتوين الديودنم والجيجنم، وبيكون كمان ريليتد للليفت كوليك فليكشر. طيب في عندنا البوستيرور سيرفيس وده الشغل عليه. البوستيرور سيرفيس بيكون عندنا على طول على البوستيرور ابدومينال وول، وبيكون ريليتد لمجموعه استراكشرز من الرايت للليفت مرتبين كالاتي. في عندنا ارتري، وبعدين تو فينز، وبعدين تو ماسلز، وبعدين ثلاثه استراكشر. اول ارتري عندنا هو الابدومينال اورتا، وبيطلع منه في الجزء ده السوبيرور ميزنتريك ارتري، يبقى اول حاجه عندنا الابدومينال اورتا. طيب التو فينز، في عندنا السبلينيك فين، السبلينيك فين، وبيكون في كمان عندنا الليفت رينال فين. احنا لو لاحظنا لما قلنا هناك الريليشنز بتاع الهيد، قلنا ان في عندنا الرايت والليفت رينال فين، لان الهيد بتكون عندنا في النص شويه،
اما البادي بيكون ناحيه الليفت شويه، فبالتالي عندنا الليفت رينال فين بس. طيب التو ماسلز، في عندنا الليفت كراس اوف ذا دايفرام والليفت سواس ميجور ماسل. احنا قلنا البادي بيكون ناحيه الليفت شويه، فبالتالي كل حاجه هتلاقيها ليفت هنا. طيب اخر ثلاثة ستراكشرز معانا، هو عندنا الليفت كيدني، وفي عندنا فوقها الليفت سوبرا رينال جلاند، وفي كمان عندنا الليفت سمباثيتك تشين اللي بتكون موجوده عندنا على البوستيرور ابدومينال وول. يبقى كده من الرايت للليفت بالترتيب الابدومينال اورطا، وبعدين السبلينك فين، وبعدين الليفت رينال فين، وبعدين الليفت كراس اوف ذا دايفرام، وفي عندنا الليفت سواس ميجور، وفي عندنا الليفت كيدني، وفي عندنا الليفت سوبرا رينال جلاند، وفي عندنا الليفت سمباثيتك تشين. معلش هما باينين كتير، لكن هما في الحقيقه الموضوع بسيط خالص. ارتري تو فينس تو ماسل وثلاثه ستراكشر. طيب في عندنا البوردرز، في عندنا سوبيرور بوردر وانفير بوردر وانتير بوردر. بالنسبه عندنا للسوبيرور بوردر بيكون ريليتد لارتري، في ارتري بيكون ماشي عليه كده اسمه السبلينك ارتري، والسبلينك ارتري بيكون طالع من ترانك اسمها السيلياك ترانك، فبالتالي اهي برضو بتكون ريليتد للسوبيرور بوردر. وكمان برضو بيكون في عندنا هنا السيلياك جانجليون. الانتيرور بوردر بيدي عندنا اتاشمنت للبروتينيوم اللي بيغطي الترانزفيرس كولون، يعني هو بيدي اتاشمنت للترانزفيرس ميزو كولون. طيب عندنا الانفيرور بوردر، الانفيرور بوردر بيكون ريليتد لمجموعه لوبس من الانتستين. طيب التيل بتاع البنكرياس او الديل بتاعه، هي معلومه واحده بس مطلوب مننا نحفظها، بيكون في عندنا ليجامنت بتوين السبلين والكدني. الليجامنت ده اسمه اللاينو رينال ليجامنت، تمام؟ الليجامنت ده بيكون عنده تو ليرز، التيل بتاع البنكرياس بيكون مزنوق بقى عندنا بتوين التو ليرز اوف لاينو رينال ليجامنت. طيب جميل جدا، هنتكلم عندنا عن البنكرياتيك داكت، وفي عندنا تو بنكرياتيك داكتس، في عندنا المين بنكرياتيك داكت وفي عندنا الاكسسوري بنكرياتيك داكت. المين بنكرياتيك داكت بتبدا عندنا من ورا من عند التيل وبتفضل ماشيه عندنا لحد الهيد، وبعدين لما بتوصل الهيد بتكيرف داون وورد باك وورد ناحيه الرايت عشان تكون اقرب ما يكون للبايل داكت، وبعدين تتحد مع البايل داكت عندنا في الوول بتاع السكند بارت بتاع الديودنم، ويعملوا عندنا دايلاتيشن بنسميه الهباتو بنكرياتيك امبولا او الامبولا اوف فاتر، وبعدين يفتحوا عندنا في السكند بارت بتاع الديودنم في بابيلي بنسميها الميجور ديودنال بابيلي، وطالما قلنا ميجور يبقى في عندنا واحده ماينور. طيب في عندنا الاكسسوري بنكرياتيك داكت، الاكسسوري بنكرياتيك داكت دي بتكون سمول داكت، بتكون موجوده عندنا بتبدا في اللور بارت بتاع الهيد، وبعدين عندنا بتطلع قدام المين بنكرياتيك داكت، وبعدين بتكيرف ناحيه الرايت وبتفتح عندنا في السكند بارت بتاع الديودنم في بابيلي، برضو بنسميها الماينور ديودنال بابيلي، بتفتح عندنا 2.5 سم او 1 انش فوق الميجور ديودنال بابيلي. طيب هنتكلم بعدين عن البلاد سبلاي، في عندنا ارتريز وفي عندنا فينز. هنتكلم عن الارتريز والفينز نفس الاسماء، وهنعرف الموضوع بالتفصيل في محاضره البلاد سبلاي اوف ذا جي اي تي. طيب في عندنا الارتريز، اولا بيكون في عندنا ارتري مهم جدا كبير جدا بيكون عندنا على البوستيرور ابدومينال وول اسمه الابدومينال اورطا، بيطلع منه برانشات كتير بس اللي يهمنا دلوقتي تو برانشز، بيطلع منه برانش اسمه السيلياك ترانك، والسيلياك ترانك بيطلع منه برانشات كتير بس يهمنا دلوقتي برضو تو برانشز، بيطلع منه برانش اسمه الهيباتيك ارتري، وبعدين الهيباتيك ارتري بيدي برانش اسمه الجاسترو ديودنال برانش، بيروح يغذي الديودنم والاستومك، والجاسترو ديودنال برانش بيدينا برانش منه تاني بنسميه البنكرياتيكو ديودنال ارتري، وده بيكون فوق وبيكون في واحد زيه تحت، فبالتالي بنسميه السوبيرور بنكرياتيكو ديودنال ارتري. طيب في ايه كمان؟ في عندنا السيلياك ترانك برضه بيدينا برانش اسمه السبلينك ارتري اللي بيكون رايح يغذي السبلين، بس بيكون ماشي عندنا على السوبيرور بوردر بتاع البنكرياس، فبيقول ما انا ماشي كده طب ما اديله شويه بلاد سبلاي معانا، يبقى البنكرياتيك برانشز بتاع السبلينك ارتري. وفي عندنا ارتري ثالث اسمه الانفيرور بنكرياتيكو ديودنال ارتري، في عندنا سوبيرور وده الانفيرور. طيب الانفيرور بيطلع منين؟ في ارتري برضه مهم جدا بيطلع عندنا من الابدومينال اورطا اسمه السوبيرور ميزنتريك ارتري، وفي واحد ثاني اسمه الانفيرور ميزنتريك ارتري. طيب يبقى السوبيرور ميزنتريك ارتري بيدينا ارتري مهم جدا اسمه الانفيرور بنكرياتيكو ديودنال ارتري، ولو تفتكر احنا قلنا في الاول في جروف عندنا بتوين الهيد اوف ذا بنكرياس وديودنم بيمشي فيه السوبيرور والانفيرور بنكرياتيكو ديودنال فيزلز. طيب بالنسبه عندنا للليمفاتيك درينج، البنكرياس عندنا بيصب في مجموعه نودز اسمها البنكرياتيكو سبلينيك نود، ودي بتكون ماشيه عندنا مع السبلينيك ارتري، وكمان بتكون موجوده في الجاسترو سبلينيك ليجامنت، ليجامنت بتوين السبلين والاستومك، وكمان بتكون موجوده عندنا في اللاين ورينال ليجامنت اللي احنا قلنا عليه، وكمان ممكن عندنا تصب في السوبيرور ميزنتريك فيزلز والبايلوريك فيزلز. بكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، في بس امر حابب انوه عليه، انت لو جيت بصيت على اليوتيوب هتلاقي محاضرات كتير جدا في شرح البنكرياس، ولكن احنا الهدف بتاعنا بنلم لك الموضوع الكبير ده في فيديو لا يتجاوز ال 10 دقائق عشان تعرف بس ايه المهم اللي فيه، وعشان تعرف تسترجع المعلومات بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.